نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ وأدى الأمانة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نجينا من الفتن والبدع والضلالات. اللهم نجينا من الفتن والبدع والضلالات. الموضوع الذي اخترته لكم في هذه الجلسة إن شاء الله يتعلق بمشاكل الحياة التي تعترض جميع الأسر، وخاصة الأسر التي تكون في المهجر، ويتعلق بتربية الأبناء وكيفية المحافظة على القيم الدينية والهوية الوطنية. هذه الأشياء فيها تعاون بين أفراد الأسرة. إذا استطاع أفراد الأسرة أن يتعاونوا على تربية الأبناء فإنهم ينجحون بهذه السفينة ويقودونها إلى بر السلام. وإذا تعذر عليهم ذلك فإن الكارثة تكون في الأبناء ويصعب علاجها، ويكون المحاسبة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الأبناء كما نعلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، بهم تزداد الحياة، وفيهم سر الله في استمرارية النسل وبقاء الأثر، وفيهم حكمة أودعها الله في الأسرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز أن الغاية التي خلق من أجلها الإنسان والجن هو العبادة، هو التسلح بقيام الدين لمواجهة مصاعب الحياة، والفوز برضا الله وبالجنة في الآخرة. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالغاية التي أوجد من أجلها الله سبحانه وتعالى الإنسان هو أن يعبده، والرزق تكفل به الله سبحانه وتعالى. والأسرة الصالحة غالبا ما تسأل الله أن يهبها ذرية طيبة تدفعها، تقر بها عينها في حياتها وتدفعها بعد مماتها، وبذلك يتحقق صلاح الدين والدنيا والآخرة. وهناك العباد الذين يسألون الله ويقول في كتاب، وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء يدعو به الناس الصالحون الذين يسألون الله أن يهبهم ويتكرم عليهم بالذرية الصالحة، لأن الذرية الصالحة سعادة للإنسان في الدنيا بحيث يرتاح لها ويطمئن حتى على مستقبلها وعلى مستقبله، لأن يحتاج إلى الدعاء له عندما يموت. وزكريا عليه السلام دعا الله أن يهبه الذرية الصالحة حيث قال: هنالك دعا زكريا أو ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول دائما: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. نعلم بأن الله قال في آية أخرى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن هناك شرطان
للمحافظة على سر الحياة أم المال والبنين. لا يمكننا أن نفضل أن نفاضل بينهما، فالإنسان يحتاج إلى المال وإلى البنين. المال يكسبه من الحلال، والذرية الصالحة يغذيها من الحلال، وتكون النتيجة أن ينال رضا الله وينال الدعوة بعد الممات. أيها الإخوة الأكارم، لا تنسوا أن وجودكم في هذا البلد كان سببه الوالدين اللذين ربياكما على قيم الدين وعلى قيم الأخلاق النبيلة والصفات الحميدة. ومن ثمرة هذه التربية أنكم أتيتم إلى هذا البلد واستطعتم أن تجعلوا في هذا المكان الذي كان على سبيل المثال كان كنيسة تجعلون فيه مسجدا يذكر فيه اسم الله. والله يقول في بيوت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فهذه ثمرة الجهد الذي بذله الوالدين معكم، يعني التربية لهم أعطت واحد التمر لهما أنتما، وهذا التمر تجلت في هذا المسجد اللي صرت عليه. لكن هاد الأبناء اللي خلقوا في هذه البيئة كيحتاجوا هما باش يتسلحوهم الآخرين باش يكون الاستمرارية ديال هاد تنشأ ديال هاد النسل ديال هاد الأمة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث ما خصهاش توقف، خصها تستمر من حيث التكاثر ومن حيث المحافظة على قيم الدين ومن حيث المحافظة على الهوية التي ننتمي إليها جميعا. حقيقة أن الأسرة تتحمل مسؤولية جسيمة. لماذا؟ لأن هناك اختلاف في العادات، اختلاف في التقاليد، اختلاف في الأعراف، اختلاف في كثير من الأشياء التي تختلف. هناك في البلد الأب يربي، الشارع يربي، المدرسة تربي، وهنا يفتقد المهاجر إلى هذا التعاون الذي يكون خارج البيت. فالمسؤولية كلها تقع على عاتق الوالدين داخل البيت، بحيث يتحملان مسؤولية تسليح الأبناء بقيم ثابتة لا تتزحزح ولا تتغير ولا تتبدل. شو هي القيم التي يجب أن نحرص عليها؟ أول قيمة يجب أن نحرص عليها هي اللغة، اللغة العربية. لماذا؟ لأن هي المفتاح ديال الدين، لأن هي المفتاح ديال القرآن. لأن إذا تعلم القرآن اللغة العربية سيقرأ القرآن، سيتعلم كيف يصلي، سيتعلم قيم الدين بالتدريج. وإذا فقد اللغة العربية يصعب عليه أن يتعلم القرآن، يصعب عليه أن يقوم بواجباته تجاه مع الله سبحانه وتعالى. ثم هناك القيم كما نعلم هي العادات والتقاليد التي نربيها في الأطفال، يدخل لنا هذه ما صلحش، هذه مزيانه، وبالتدريج يتم استدخال هذه القيم. فكل من الأب والأم يتحملان هذه المسؤولية، وهي مسؤولية جسيمة أمام الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله يأمرنا فيها أمر قوا أنفسكم، أي احفظوا أنفسكم وأهليكم نارا من النار أو ما يؤدي إلى النار. هذه النار وقودها الناس والحجارة، لأن الإنسان عندما يتفحم يصبح هو الآخر حطما ويكون وقودا للنار. نعم، الإسلام يفتخر بأن بعض المسيحيين يلتحقون بالإسلام، هذا ريح للدين الإسلامي. لماذا؟ لأنهم اطلعوا على الإسلام بعد بحث وجهد ومشقة، ولا يطلع على الإسلام جميع الناس، لا يطلع عليه إلا من يبحث ومن يطلع على هذا الدين. فعندما يجد هذه القيم الخالدة في الإسلام يعتنق الإسلام. سبق لي أن رأيت في إحدى السنوات في هولندا حدث أربعة من الناس الهولنديين الخمسة اللي سموا، وكان بعضهم يقول لا أريد أن أتى صائما إلى المسجد، وقال لا أريد أن أفطر
إلا بعد أن تشهدوا لي وأن أؤدي الشهادة أمامكم وتشهدوا لي أمام الله. باش يوصل هذا القناع راه ما ساهلش. هو تربى في واحد البيئة مخالفة للدين الإسلامي، تربى في بيئة مسيحية، ما كثرش القيم ديالها، ولكنه ملي بحث صاب بأن هذه القيم ديالها كتمثل الدين الخاتم، يعني خاتم الديانات وخاتم الرسالات. إذا كنا نفتخر بأن هؤلاء يتعززون ينضافون إلى الإسلام، فيجب ألا نفرط في الأبناء الذين يكون والدين لهم مسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا، في هذه الحالة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، احفظوهم واحموهم. بماذا تحفظوهم؟ بالقيم للإسلام والقيم للدين. كنا متأكدين حسب دراسة ليشوش آخر دراسة بأن أوروبا 20% ديال المسلمين غادي يكونوا من 2050. هذه دراسة فيها، والآن كما تعلمون ربما الديانة الإسلامية كتشكل 5% في أوروبا، ولكن غادي تضاعف وتوصل 20%. إذا باش نتعاونوا على انتشار الدين واش نتعاونوا على المحافظة على القيم ديال الدين خصنا نكونوا يدا واحدة، فلا نضيع أبناءنا حتى يتيهوا في دروب الضلال، ماشي حتى يكونوا عاد غير الضلال. نحميهم كما المثل الذي يقول: الوقاية خير من العلاج. نعرف بأن المجتمع لا يتأتى لا يمكنه أن يساعدك، هذا بفضل الله أن هذه المساجد والتوفيق من الله اللي وفقكم تشكلوا هذه المساجد، تجتمعون فيها، تقرؤون كتاب الله، تصلون التراويح، تجتمعون في لحظات الإفطار، هذا من فضل الله وتوفيقه. وهذا العمل يكافئ الله عليه. بماذا؟ هذا اللي كنسميوه عمر مديد. لماذا؟ لأن العمر ديالك ما كيتقاش الحياة ديالك، كيتقاش محط هذا العمل الجاري، والرحمات تصل إليك وتصل حتى إلى والديك، لأنهما اللي ساعدوك باش توصل لهذه المرتبة اللي أنت فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واحد الحديث كلنا كنعرفوه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الولد يمكن يدير به لغز، يولد على الفطرة مازال ما عرف حتى حاجة، فإذا شاف واحد صبية مسيحية نصرانية غادي يكون نصرانية، إذا شاف صبية مجوسية يعني الذي يعبدون الله غادي يكون مجوسي، ولكن إذا شاف صبية ديال إسلامية فإنه سوف يكون مسلما إن شاء الله. وهذا الحديث كحمل واحد مسؤولية، يقول: كل مولود يولد على الفطرة، إذا يمكن تدبر لبزي، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني من المجوسية. لم يذكر الإسلام. لماذا؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث للمسلمين، معنى ذلك ضمنيا أن المسؤولية تحملها المسلمون في المحافظة على أبنائهم. وهنا نقف بأن المحاسبة غدا يوم القيامة، إذا انحرف الأبناء سوف يحاسبون الآباء. لماذا؟ يقول: أنت فرطت في تربيتنا. هناك واحد الحديث أو واحد قول الذي يسمعه عمر يقول له: أنت عاققت ولدك في الصغر فعاققك في الكبر، يعني أنت عصيته في الصغر ما ربيتيش وهو عصاك في الكبر. إذا العقوق ينشأ من الصغر. الأطفال يمكن أعطيهم واحد الصورة هي الشجرة. الشجرة إذا كنتي كتنقشريها وكتصبرها غتعطي الإنتاج أولا وافر، وتعطي الثمار كبيرة، وتعطي الثمار ما تبقاش مدجنة بحال الزيتونة مثلا، الزيتون البري إذا خليتيه صغار غادي يكبر صغار، ولكن إذا لقمتيه في الصغر ونقشتي عليه غادي يعطي الثمار وغادي يعطي الإنتاج ديالو أفضل. الإخوان لا
تظن أن التربية تقتصر على التغذية واللباس والمدرسة؟ هنا المدرسة لا، التربية هي الإنسان هو عقل وجسد وروح. العقل نغذيه بالعلم، والجسد نغذيه بالتغذية واللباس، والروح غذاؤها الدين. والشاعر يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني إذا ما حفظنا شحال الأخلاق ديالنا والقيم ديالنا غادي يمشي، والمحاسبة غتكون ماشي هذيك المدة غادي يحاسبك الدنيا، لأنك عارف المحاسبة ديالك الدنيا. أنت غادي تشوفهم في واحد الحالات ما غاتكونش راضيهم اليوم، غادي يبقى فيك ولكن ما عندك الدين، لأن صعب عليك باش تروح. إذا في التربية من الأساس والتعاون ديال الأسر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التعاون ديال الأسر، الأب والأم يجب أن يكونا تقريبا محددين شنو باغي نوصلوا لهاد الدين، بغينا نبدلوا عن القيم أولا عن الدين. إذا تعلموهم اللغة، علاش؟ ليكون فيه كما تعلمون بأن الصلاة لا تتم إلا بالقرآن الكريم. ما يمكنش الصغير جميع الدين الناس اللي في بقاع العالم عندما يريد أن يصلي يقرأ الفاتحة. هذا الولد عندما تعلمه هذه الفاتحة أو تكون السبب في تعليمه فإنك تنال أجره ما دام هو يقرأ تلك الفاتحة وما دام يصلي بها. إذا قلنا ماشي التغذية هي الأساس، ماشي اللباس هو الأساس، ماشي المدرسة هي الأساس، ولكن التغذية الروحية. الانحراف اللي كيوقع بسبب الخلل اللي كيكون في الجانب الروحي عند الانسان. الحالة اللي كتشوفوها ديال الانتحار راه ما تغداش عنده الجانب الروحي، كيكون اضطراب في الشخصية ديال الطفل. والشيء اللي كيخليه يسهل عليه يشوف الانتحار ابسط من الاشياء، ابسط الاشياء. لا سمحتي واش حد ديال الناس اللي داوها كل واحد صراحة في المال، ولكن ملي دبروا في الولاد في جميع المناطق صبت الولاد كبروا ونحرفوا وما صلحهم وخرجوا على الفلوس، داك الفلوس شردوهم. اذكر لكم سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي مات خلى شبه ديال الدنانير، الجهاز ديالو الكفن ديالو والخبر ديالو كل عام ديال الدنانير، بقات خمسة ديال الدنانير، عنده 11 ولد، وصلت حتى واحد عنده نص دينار. كيحكي لنا واحد السيد أن مقاتل هذا المنصور اللي تولى الخلافة، قال له نصح لك، قال له نصح لك أنصحك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال له بما رأيت. قال له يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز مات وترك 11 ولد ولم يترك لهم الا 5 دنانير، وانني حضرت في واحد المعركه في واحد المره بغاو يخرجوا للجهاد ان واحد من اولاده اللي ما خلاوش الفلوس جهز 100 فارس جهزهم وحضر بان واحد من الدوله الامويه خلى 11 ولد وكل ولد خلى 1000 دينار، خلوا وحضر لهم يتسولوا 1000 دينار هي مليون في ذاك الوقت، مليون دينار هذاك خلى لهم 1000 مليون ديال الدينار، وفي النهايه زلوها كسرها ما حطوش عليها. علاش؟ لان ما تعبوش عليها وما كدوش عليها. انتم وصلتوا لهذا بالكد ديالكم، لان تعلمتوا الصبر، تعلمتوا الصبحيه باش وصلتوا الى ما وصلتوا اليه. ولا تفرطوا في ان لا تظنوا بان جمع الاموال للاولاد هو الذي يقيهم من الفقر او من الحاجه. لا، التربيه كما يقول الشاعر والعلم مال المعدمين اذا هم خرجوا الى الدنيا بغير سلاح. السلاح اللي كتربيه هو الفلوس. إذا علمتيه قريتيه غتكون سلاح باش تواجه الحياة، وإذا خليتيه الفلوس ما تعبش عليها الفلوس
غادي يديرهم بكل سهوله